السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وجمهور الريس تحديدا. أنا أحييكم هنا من استديو الريس في ميدان الشيحانية، وأرحب بكم مشاهدينا وبضيوفنا الكرام. من على يميني فهد بن حباب، مساك الله بالخير يا فهد. الله يمسيك بالنور وسعد الله مساك ومسا أخواننا مشاهدين برنامج الريس عبر شاشات قناة الريان. نعم، وعلى يمين الكادر عبيد بن علي السناري، مساك الله بالخير عبيد. الله يحييك أبو سالم، نرحب بك في برنامج الريس ونمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام. نعم، نرحب كذلك بضيفنا وخينا هادي أبو شقلة. يا مرحبا يا هادي. الله يرحب بك طول عمرك، مسي عليك بالخير وعلى مشاهدين قناة الريان. الله يحييكم. في البداية يمكنني ما أعرف أو أقول شيء من المصطلحات عن الرئيس وأنا ما أعرفها لكم والمشاهدين الكرام، فأنتم مشولي. أبشر. طيب إن شاء الله. لكن ما يندر اليوم، يمكن أنا أغشين فيها، لكن بكرة يمكن تعينوني أحد ملاك الهجن ولا مع أهل الدورة أفحم ولا. والله نتمنى. هذه البداية، يمكن البداية أو انطلقتكم هنا. أنت يا حمد، ما أنت من الناس اللي غريبين على الهجن وعلى الدورة، أنت بدوي من بدو، وحتى يمكن استبعادك أو بعدك عن ميدان الركض بسبب انشغالك وامورك الثانيه، لكنك وجودك في الريس يعتبر من الركاز، واحنا نتشرف يعني ان شاء الله انك تكون من المشاركين. الله يقبلها منك في الساعه المباركه ان شاء الله. ان شاء الله. انا اشوف هو قصور مني، انا مقصر مع روحي، لكني احب الريس ولا دخلت، لكن انا دائما اقول للربع عندي من انتاج الفايز، وان شاء الله ابشروا بها. لو ذقت طعم الناموس مره واحده في الدوره ان شاء الله ما راح تخلي. ما دام عندك انتاج الفايز ابشر بالناموس. الله كريم، الله كريم. عبيدي بيشتريها من البدايه. نسوي عليها مزايده الليله. نعم، مشاهدينا البدايه راح تكون عن المهرجان اللي قائم الحين، اللي هو مهرجان ختامي الوثبه في ابو ظبي. ودنا نتطرق طبعا المهرجان بدا من تاريخ 10 الى تاريخ 19، فيه مشاركه من ابناء دول مجلس التعاون كافه. طبعا نقول اللي فاز الف مبروك وحظ اوفر للي ما فازوا. خلينا نبدا يا فهد من عندك، نتكلم عن ختام مهرجان الوثبه اللي في ابو ظبي الحين. بدايه مهرجان الوثبه، هذا مهرجان سنوي، وهو يعتبر من المهرجانات الاساسيه في دول المنطقه، في دول منطقه الخليج. رصدت له الكثير من الجوائز، وكانت هناك تسعيره لسن الحقائق، وتمت بورصه الهجن في ميدان الوثبه على ليمت اب، المؤشر أخضر في ميدان الوثبة. كانت هناك صفقات سواء لهجن أبناء هجن الشيوخ أصحاب السمو الشيوخ، وكذلك صار في تبادل تجاري ما بين أبناء المنطقة وأبناء القبائل. مهرجان بشكل عام ناجح بكل المقاييس. نهنئ كل من فاز على سواء على صعيد أبناء القبائل أو على مستوى أصحاب السمو الشيوخ. شفنا منافسات قوية، استمتعنا بصراحة في هذه المنافسات، وكذلك توقيت مميزة، فيستاهلون أخواننا اللي فازوا سواء من دولة قطر أو من دولة الإمارات أو من المملكة العربية السعودية أو من سلطنة عمان. جميع من شارك هناك، المشاركة بحد ذاتها مشاركة الأخوة هي فرحة وناموس. بالنسبة للمراكيض، هناك أشواط كثيرة، أعداد كثيرة لاحظناها في مجمل الأشواط. نهني أخواننا اللي فازوا، ونهني أنفسنا اللي إحنا شاركنا معهم بمشاركة بمعنى المشاركة، والحمد لله أبشركم إحنا حصلنا على يعني أرقام مميزة في على مستوى المشاركة في دولة الإمارات. بشكل شخصي. بشكل شخصي تستاهل. نعم حصلت على المركز الثاني فوت فنش مع الأول. تستاهل إن شاء الله. الله إن شاء الله يرزقك إن شاء الله بيعة زين. الله يجزاك خير. الناموس أنا عندي هو أغلى من البيعة. الله يوفقك ان شاء الله. هو ناموسنا كلنا. نعم، ما ناموسك وناموسنا احنا كلنا يا هالقطر. عبيد، وبالنسبه لك يعني نبغي رؤيتك الفنيه لمهرجان الوثبه في ابو ظبي. مهرجان الوثبه يعد من اهم المهرجانات السنويه التي تقام على ميدان الوثبه. هو ختامي الوثبه يعتبر. احنا على مستوى دول مجلس التعاون هناك ختامي دوله قطر، كذلك ختامي ابو ظبي على ميدان الوثبه، كذلك ختام دبي اللي جاي في الايام القليله القادمه بيكون اخر ختام دبي، وكذلك ختام الكويت. فهذه من الختاميات اللي تعتبر الختاميات النهائيه لدول مجلس التعاون. مهرجان الوثبه اكيد اهل الهجن عدوا له العده. احنا صراحه كنا هناك في الوثبه وشفنا الاعداد الهائله للهجن المشاركه، كذلك ابناء دول مجلس التعاون كانوا كلهم متواجدين وكانوا على اتم الاستعداد للمشاركه في هذا المهرجان. صراحة المهرجان يعني كان على مستوى أبناء القبائل أو على مستوى أصحاب السمو الشيوخ، الركب شفنا فيه يعني منافسة قوية، كذلك شفنا توقيتات مميزة، شفنا يعني الهجن المشاركة أعدادها كبيرة جدا في هذا المهرجان.
هذا يدل على يعني حرص ابناء دول المجلس التعاون على المشاركه في ختام ابو ظبي اللي هو الوثبه على ميدان الوثبه. بصراحه يعني المهرجان شفنا التجمع الخليجي اللي كل اهل الهجن يتمنونه، وهو تجمع خليجي كان عندنا في دوله قطر في ختام المؤسس طيب الله ثراه، وقبله كان ختام سيدي سمو الامير، كذلك كان في تجمع خليجي كبير. الاسبوع اللي فات احنا شفنا وما زال المهرجان قائم على ميدان الوثبه، شفنا تجمع خليجي. الجماعه اللي في الوثبه حاليا او اللي راحوا ورجعوا اللي عنطيها مصغار راحوا ورجعوا، هذا لو كلهم فايزين بالمشاركه وبالسلام على بعض ومعرفتهم البعض. الهجن ابو سالم يعني اللي يميزها طال عمرك ان الجماعه يجتمعون وكلهم يرحب في الثاني والتقاء بين الاشقاء، والسبق طال عمرك قسمه نصيب، الدلول السبق بتسبق سواء في قطر او في الوثبه او في دبي او في اي ميدان، ولكن يعني الهدف هو تجمع الخليجي السلام. وكانوا بصراحه يعني نشكرهم على حسن الاستقبال وعلى كرم الضيافه اللي قاموا بها اهل الوثبه. والمهرجان انا اشوفه من وجهه نظري كان ناجح من جميع المقاييس، من ناحيه التنظيم، كذلك من ناحيه التوقيتات اللي حدثت في ميدان الوثبه، كذلك من ناحيه التقاء الاشقاء كلهم مع بعضهم البعض. فنتمنى لهم التوفيق في باقي ايامهم القادمه ان شاء الله. الله يوفقهم ان شاء الله ويوفق كل المشاركين. هذه نبغي رؤيتك الفنيه لمهرجان الوثبه ابو ظبي. مهرجان الوثبه من اهم الختاميات في مجلس التعاون، ذلك يقام على سيف رئيس الدوله دوله الامارات العربيه المتحده. والرئيس هذا الختامي قبل لا يكون يعني تواصل اجتماعي بين ابناء مجلس التعاون الخليجي، تحصل بينهم تواصل وتعارف قبل المشاركه، وذلك المشاركه تحصل المشاركه من الكويت من قطر من السعوديه، مشاركه من جميع مجلس ابناء مجلس التعاون. بعضهم يبيت النيه انه مثلا في بدايه الموسم اني انا بخصص مطيتي او البكره اللي عندي ولا القعود المهرجان مثلا الوثبه ولا المرموم ولا القطر، نفس الكلام يعني اي مالك هجن مش باي يكون بيت النيه مثلا اني انا بشارك بها في الوثبه من قبل شهر او شهرين، ما يبغي يتعبها او ما يبغي، هذا اللي عنده عدد كثير من المطايا. ممكن في مطايا خصصها المهرجان قطر والثاني لدبي للوثبه، لكن اللي عندهم اعداد بسيطه لا ما يمكن يشارك في جميع المهرجانات. لكن اللي عنده عدد كافي ممكن يخصص المطايا لمهرجان قطر للوثبه لدبي. لكن عندي ثلاثه او اربعه لا ممكن اشارك في جميع المهرجانات كلها. لا او حتى ممكن تكون هناك ذلول مثلا انت تعتمد على رب العالمين قبل كل شيء وتعتمد عليها، الذلول هذه انت تتاهلها لخوض يعني المنافسه في شوط رمز. بامكاني اذا انا ابغيها في رمز مثلا خارج ميدان الشحانيه وانا من اهل ميدان الشحانيه، باخر ذلولي مثلا في المركاض الاخير مثلا مركاض المؤسس اللي يسبق مركاض ختام الوثبه، باخرها في اشواط متاخره، عدها اعداد بسيط وانا باهلها اصلا المركاض انها تخوض الغمار المنافسه في شوط رمز على ميدان عاصمه الميادين في ميدان الوثبه. ممكن اخرها انا ذلولي هذه انا هاقي فيها خير واقلطها في الشوط، كل محظه يعني. انا ترى اجركم في الكلام ما ابغي لي انا بعد الفائده. اذا كانت جاهزه ممكن انا اشارك الموسم لا عشان ادخل معكم بقوه ان شاء الله. الله يعني اقدر اشارك مثلا في الاشواط اللي هي مو بالشوط الرئيسي، الاشواط المتاخره على اساس اهله مثلا على سبيل المثال بكره جار الله بن عقيل انهني الناموس عبر الاثير، يستاهل جار الله محمد بن عقيل اللي حصلت على الرمز بكار العمانيات والبكار المحليات اللقايه في ميدان الوثبه، ركضها هنا في مركاض المؤسس كان في الشوط الاخير وانا طالبه بسبقه امام الجمهور، لان بكره جيت الاول وبكره جيت الثالثه في الشوط، ولكن البكره ذي الله يوفقها خذت كاس ما عندنا قدر نقول فيها شيء. وكسر تيم الركض هنا ها؟ كسر تيم الركض نعم، فهي اخرت في الشوط الاخير في السيارات وحصلت على سياره في الشوط الاخير هنا، وامس حصلت على الرمز العمانيات في ميدان الوثبه. هي خطيره النومس لابن عقيل على انتزاع خطيره الرمز، خطيرة طال عمرك أهلت نفسها للرمز، حطها جر الله في الشوط الأخير كسرت تيم الركض فأهلت نفسها أنها تروح في شوط الرمز، فعلا قلطها في شوط الرمز وغامر وانتزعت الرمز. لا ممكن أنا أكون أجهز في البداية يا بتأخذ الرمز يا بتنافس تأهيل الرمز. دخولها في مركاض المؤسس كان تأهيل لمركاض الوثبة، طبعا ناقة شبوق وناقة طيبة، حتى توقيتها توقيت مميز يعني حتى أنا في الشوط الأخير كان توقيتها مميز جدا، فأهلها مالكها خوض الدخول في شوط الرمز. زين في دون انتم في شو اسمه في السؤال اللي بسأل الحين ركضها وجابت تيم
على قولتكم خيالي وكسرت تيم. متى أنا أقدر أركضها في المركاض الجاي؟ هل هو في عقب أسبوعين ثلاثة؟ متى ترتاح المطية؟ الذلول إذا ذلولك طيبة وصاحية ما عندها خلاف، عندك 20 يوم عقب 15 يوم ما عندها خلاف، لأنها أصلا مثل على سبيل المثال نتكلم عن البكرة هذه ركضت وسبقت بعيد عن حلال من دون ضغط. لا نتكلم على لكن شوط الرامز شوط الرامز ما عليه حمد، شوط الرامز يعتبر شوط طعمك ضغط، لأنك طعمك أنت عندك من خيرة الهجن وعبيد وهادي، وأي مشارك داخل في شوط الرمز يعتبر هذا من خيرة الهجن المشاركة في هذا المهرجان في السن نفسه. فذلولك تخوض منافسة عليكم السلام، فذلولك طعمك راح تخوض منافسة مع هجن في مستواها، لكن لما تأخرها مثلا أنت في شوط عادي أو في شوط متأخر مثلا راح تسبق الناقة بكل أريحية وكل بدون ضغوطات من الهجن المشاركة معها. يمكن الضغط يخليه على مالكها أكثر أو اللي يسيرها أكثر. صحيح، لكن طعمك في المركاض طعمك ذلولك السبوق المصنفة من الجريد 1 على قولتهم هذه أنت بتأخرها لأنك بتأهلها ناوي عليها مثلا دخلها في شوط رمز، فدخولها أو اشتراكها في أشواط مثلا متأخرة ما راح يكون ذاك الضغط مثل شوط الرمز. ما في شك. سؤالك عن اللي تاخذ رمز اليوم يعني بعدك عم تمام مسك بخير يا سعيد. مرحبا شلونك؟ مساك بخير سعيد محمد الصومالي، موجود معنا في استديو الريس وبيشاركنا ان شاء الله في الحديث وسوالفنا اللي هي قبل لا تجي كنا نتكلم عن مهرجان ختامي الوثبه في ابو ظبي، رؤيه فنيه نسميها نتكلم عنها. انا ابغى رؤيتك يا ابو محمد. الله يطول عمرك، والله مهرجان الوثبه مهرجان ناجح والحمد لله، شاركت الهجن القطريه على مستوى الشيوخ والشعب مشاركة فعالة، ولكن من ما تعرف من ثر مركاض ختامي اللي هو مركاض المؤسس في بعض الحلال يعني ما دخل كل الحلال الغطري، وأشوف يعني مهرجان ناجح والله يوفق الجميع إن شاء الله. الله يجزاك خير. كانت أبو تقول لك شيء أنت كنت تستفسر اللي تأخذ رمز مثلا اليوم بعد 14 يوم تأخذ رمز ثاني. لا مو بسالفة تأخذ رمز، متى أنا أقدر أركضها وأنا راعيها وأنا مرتاح دارها مهم مختله ولا بيجيها من فوق العشرين يوم؟ أنا أقول لكن أقل من هذه، أنا ما أخذ مدة جهد في شوط رمز صعب عليها بعد 15 يوم أسبوعين أنا تأخذ رمز ثان، هذه حالات نادرة يعني. طيب حين خذينا رؤيتكم الفنية عن مهرجان الوثبة، معنا الحين محمد بن بريك نديب قناة الريان في أبوظبي. وبريك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور اخوي حمد العيده، منور قناه الريان انت وضيوفك الكرام نجوم التحليل، الله يمسيكم بالخير جميع. جعل عمرك طويل، الله يمسيك بالنور العافيه. ابو بريك قبل لا نكلمك كان معي الربع واسالهم عن مهرجان الوثبه، هم في الاستوديو معي هنا في ميدان الشحانيه، لكن احنا ودنا نسالك. نعم. انت اللي موجود في ختامي اللي هو الوثبة على ما قال عبيد في قلب الحدث، شعلومكم شعلوم الرئيس شعلوم المشاركات الخليجية أخواننا اللي مشاركين؟ العلوم طيبة أخوي حمد، أولا أمسي بالخير على كل مشاهدين برنامج الرئيس، ومسي بالخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. أنا مزيد على كلام الربع أخوي حمد، بالفعل التقينا بإخواننا الإماراتيين والخليجيين في منطقة واحدة وفي مكان واحد. نعم. من العام يمكن ما سلمنا عليهم وما شفناهم، الأجواء تنافسية، لقينا كل كرم وكل حفاوة وكل تكريم، وهذا شيء غير مستغرب على شقائنا الإماراتيين. نحن في بلدنا يا أخوي حمد ما نحس نحن رايحين لبلاد ثانية، بالفعل الفطري في الإمارات كأن والله في ميدان الشحانية، هذا بدون مجاملة. نعم. بالنسبة لمشاركة الهجن ما قصرت على الصعيدين أصحاب السمو الشيوخ أو هجن أبناء القبائل، اليوم هو سادس أيام المهرجان، المنافسات مستمرة صباحية ومسائية، يوم الغد راح يكون إن شاء الله مسافة 8 كيلو متر، مسافة الأشواط الحين لل 8 كيلو، الشوط الأول في الفترة الصباحية بكرة، الشوط الأول ثلاث سيارات وضعت له، المركز الأول سيارة، المركز الثاني سيارة، المركز الثالث سيارة، الفترة المسائية أيضا لأصحاب السمو الشيوخ هناك ثلاث سيارات لكن من غير رموز، يعني المركز الأول سيارة والثاني والثالث، فراح نمتع في صباح الغد ومساء بمنافسات قوية على بالتحديد على الأشواط الأولى. يوم بعد الغد راح يكون الثنايا وأشواط الرموز، الفترة الصباحية لا الثنايا لأبناء القبائل بالفعل أشواط الرموز، اليوم الثالث من اليوم اللي هو تاريخ 19 راح يكون ختام الوثبة الفترة الصباحية
رموز أبناء القبائل والمساء أصحاب السمو الشيوخ. نتمنى التوفيق للهدي القطرية على وجه الخصوص والبقية المشاركين. ومرة ثانية أقول أنتم متابعين خلال هذا الاستديو في ميدان الوثبة، قناة الرياض متابعة، برنامج الريس متابع، الله يعطيكم الصحة والعافية وما قصرتوا. نشكركم أيضا على هذه اللفتة الطيبة وعلى متابعة طبعا قناة الرياض هي سباقة في هذا المجال. نعم نعم ببريك، هي قناة الرياض تغطي كل أحداث الرئيس سواء في قطر ولا في الإمارات ولا في السعودية ولا في الكويت ولا في عمان، في كل مكان دائما قناة الرياض في الحدث بما يخص اللي هو الرئيس والمركض سباق الهجن المزايا مثل مهرجان لصاي اللي كان الأسبوع اللي طاف موجود. أبو بريك نعم الله لا يهينك وبيض الله وجهك، انا ودي اسولف مع ضيوفي اللي هنا، انت الله لا يهينك ورجال على سفر، الله يرحمكم ان شاء الله بالسلامه، والله يوفق اخواننا المشاركين في مهرجان الوثبه الختامي. الله يحييك يا حمد ومشكور على الاتصال، بيض الله وجهك موفقين ان شاء الله. شكرا الله يحفظك، الله لا يهينك. نعم يا مرحبا وسهلا. احنا ودنا نتكلم عن السباق اللي بيكون راح يقام باذن الله تعالى. عندنا فاصل وعقب نرجع نتكلم معكم عن اللي هو السباق اللي راح يقام بين تاريخ 20 إلى تاريخ 24 مارس. ابقوا معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا وجمهور الريس تحديدا. قبل أن نطلع الفاصل كنا نتكلم عن مهرجان الوثبة وختام مهرجان الوثبة، الحين راح نتكلم عن المهرجان أو السباق المحلي الأخير اللي راح يقام إن شاء الله تعالى في الدوحة في تاريخ 20 مارس إلى تاريخ 24، وراح يكون على فترتين صباحية ومسائية. بس ببدأ في سعيد بن محمد الصومالي، المهرجان اللي راح يقام بإذن الله تعالى بعد خلينا نقول من ذا الحين 4 أيام، حدثنا عنه، عفوا اللي هو السباق المحلي، حدثنا عنه. السباق المحلي الله يسلمك، هذا تجهيز الختام المرموم في مطايا ما شاركت، على اساس تشارك المطايا قبل ختام المرموم. تجهيز المطايا هو بيكون يبدا من تاريخ 20 الى 24، عندك خبر الاشواط الصباحيه والمسائيه؟ صحيح، يوم الخميس تاريخ 20 حقائق صباح ومساء الشعب. الشيوخ صباح؟ لا كل الشعب كل الشعب يكون راح يكون الاشواط العامه. اي الاشواط العامه راح تكون الحقائق الاشواط العامه فقط. اي اشواط اللقايه راح تكون هناك اشواط عامه واشواط مفتوحه. يوم الجمعه راح تكون الصباح الفتره الصباحيه اللقايه اشواط عامه، الفتره المسائيه الاشواط مفتوحه لاصحاب السمو الشيوخ. وكذلك يوم السبت راح يكون الجداع بنفس النمط، والأحد مخصص للثنايا، والاثنين يكون ختامي مخصص لسن الحيل والزمون بنفس المجرى، صباح أشواط عامة ومساء أشواط مفتوحة. إلا الحقائق بس، اللهم الحقائق بتكون فترتين صباحية ومسائية لأبناء القبائل الأشواط العامة. زين عبيد، أنا ودي أسألك عن توقيت المهرجان، أنه الحين يصير المهرجان أو السباق المحلي، أنا ماسكة معي على المهرجان، عادة ماسكة معي على مهرجان لصاي اللي كان يقدمه سامي الربع. السباق المحلي ليه ذا الأخير الحين أو ليه ذا التوقيت عند هالهجن؟ إحنا طال عمرك بدأنا في المحليات من بداية الموسم من شهر سبتمبر، وامتدت المهرجانات هذه، هذا المحلي أعتقد 11 أو 10، وكان عندنا أسبوع كبار وأسبوع صغار من بداية الموسم من شهر 9. تخلل هذا المهرجانات أو المحليات هذه، تخللها 5 ختاميات عندنا في قطر. ابتدينا بمهرجان الشحانية، كذلك بطولة كأس الخليج، كذلك اليوم الوطني، كذلك ختامي سيدي سمو الأمير، وكذلك ختامي المؤسس رحمة الله عليه. فخمس مهرجانات، أضيف إلى ذلك المحليات العشر، والحين احنا وصلنا للحادي عشر. هذا الموسم يا أبو سالم يبدأ من شهر 9 وينتهي بنهاية مارس أو بداية أبريل، ومتعودين أهل الهجن على المهرجانات هذه، وأهل الهجن مهما حطوا لهم من مهرجانات ومهما حطوا لهم ركض يبغون المزيد ويبغون يركضون. ودائما جمهور هذه الرياضة متواجد سواء في ميدان الشحانية أو الميدان الأخرى. فالمهرجان هذا حطوه في الوقت الحالي، هو تقريبا آخر محلي، عقبها يجينا ختامي دبي. في هجن مثلا ما شاركت في ميدان الوثبة راح تشارك عندنا في ميدان الشحانية في المحلي الأخير،
وعقبها بتنتقل لميدان للميدان المرموم للمشاركه في ختامي المرموم. كذلك في هجن ممكن ما تروح الختام المرموم، ممكن تروح الختامي دوله الكويت السنوي الذي سوف يقام اعتقد في 7 ابريل عقب المرموم. لا تقريبا هو المرموم يمكن قريب من بعض، يعني 13 حد يقول 13 حد يقول تاريخ 7 4 لحد لما تحدد التاريخ، لكنه في بدايه ابريل. انا ابغى اسالك يا عبيد والحديث السؤال للربع كلهم، ليه بعضهم ما شارك الحين؟ انت تقول بعضهم ما شارك يبغى يشارك الحين، ليه ما شاركوا قبل؟ بعلمك مثلا طال عمرك مثلا طال عمرك فيه هجن شاركت في المهرجانات اللي تكلمت عنها، كذلك في مهرجانات اقاموها في دوله الامارات العربيه المتحده مثل مكرمه زايد الكبرى، مثل ختامي فخر الاجيال، مثل ختاميات صارت على الميادين المتفرعه في دوله الامارات، ختامي ابو سامره، ختامي الديد، ختاميات كثيره شفناها احنا في هذا المهرجان. رحمك الله يا مبارك. فالهجن طال عمرك بعضها طال عمرك يصيدها وعكه صحيه، يعني مرض حراره ومرض ويستبعدها رعيها من المشاركه على اساس وعكاتها الصحيه، وبعض الهجن طال عمرك يشارك وينتزع سياره او سيارتين خلال الموسم وعقبه يصيدها ضلاع فيحتاج الراحه. فراعي الهجن ابخس بحلاله. والمهرجانات اللهم لك الحمد كثيره والجوائز كثيره على مدار السنه. فنتمنى التوفيق للجميع. يرحمك الله غادي. يجزيكم الله. هذا طال عمرك المركاض المحلي هو جرت العاده انه يكون ختامي دولة قطر أو سيف سيدي سمو الأمير آخر مراكيض دول المنطقة في السنوات السابقة. السنة صار في تقديم في مركاض سيدي سمو الأمير كان في شهر يناير. فطال عمرك امتد الموسم العادة ينتهي في شهر 4. فدعم من سيدي سمو الأمير ونشكر اللجنة المنظمة للسباق الهجن وعلى رأسها سعادة الشيخ حمد بن جاسم على إتاحة الفرصة وإضافة المراكيض هذه المحليات، لأن طعمك في بعض الأشخاص ما يقدر مثلا أنه يسافر أو يتنقل أو ينقل هجنة للمشاركة، فاتركوا لهم طعمك المجال مفتوح المشاركة طعمك في محليات فيها جوائز قيمة فيها طعمك مشاركة في جميع الأسنان للناس اللي ما عندهم مثلا يقدروا يروحون أو عندهم مثلا مطيتة صار فيها ظرف صحي أو إصابة خلال الموسم انها تشارك قبل رابطه المقيض. هي عباله والدلبل من بلد الى بلد. والله طعمك بالنسبه طعمك الناس بشكل عام يعني اللي تمرسوا على الشغله صار عندهم الوضع عادي، ولكن هي طعمك نتكلم عن مراكز حدوديه مع دول المنطقه طال عمرك ونقل الهجن طعمك احيانا طعمك تصير في تاخير او يصير في اشكاليه في بعض الحلال، فانت عارف مسافه طويله وسياره بتكون سياره النقل سياره مجهزه بشكل يليق بنقل الهجن هذه انك تحمل هجنك بتشارك عقب 5 أيام أو 6 أيام لازم بعد تحاسب على الشغله هذه. واذا تمت فتره طويله يعني نعم يأثر عليها. تقول اذا هي عباله وانا اقول انا معك اذا معك سبوق ما هي بعباله. وتقول من شويه انك تعود على المهرجان، احنا السنه بس تمهيديات قطر السنه انا اعتبرها كلها مهرجانات. الحمد لله. من ازدحام الناس فيها كثرة مشاركين فيها ورفع الجوائز فيها، يعني ما كنت تشارك في تمهيدي كنت تشارك في ختام جوائز طيبة وبيض الله وجه الشيوخ الحمد لله. هادي أنا ودي أسلك طبعا. عقب المهرجان ذا اللي هو تقريبا 11 المحلي الأخير، لو أن عندك مطاية عادك بتشاركها ولا بتريحها؟ يعني كمطية ودك أنك تريحها ما ودك أنها تغدي طول الموسم مرة تضرب وتفحيم وتعبها لازم تريحها. قصدك بعد المحلي هذا؟ بعد المحلي ده مثلا. بعد المحلي فيه مركاض المرموم. المرموم مثلا أو الكويت. ودي أشكر سعادة الشيخ حمد بن جاسم على تعديل برنامج المحلي 11 لأنه كان تاريخ 27 وقدموه، وهذا الوقت أفضل اللي بيشاركون في المرموم. حتى قدام يحتر الجو بعد. نعم هي. عندهم فرصة أنهم يشاركون في المحلي ويشاركون في مركاض المرموم. زين. لا شوف بعد الركض خلوا كنت تدريبات خفيفه عند الملاك كلهم لان المقيض جاي خلاص ما عاد في ركض اخر ركض. المقيض يوقف الركض كامل ما في ركض الا الحشاوين الصغار يعني المفاريد او حقايق يصير لها يعني قطيات يسوون لكن المطايا الكبار ما لها ركض ويبدا المقيض. زين بالنسبه للسباق المحلي الاخير الهدف من انه يكون او خلينا نتكلم عن قبل المهرجان الختامي او في نهايه الموسم، هل هو يعطون فرصه اخرى اللي ما شاركوا في المهرجانات اللي طافت؟
صحيح حمد، بالنسبة طعمك المحلي هذا الحادي عشر والأخير يعطيك طعمك تأهيل. مثلا أنا عندي هجن بشلها بوديها ركضها في ختام المربو، الهجن هذه صار لها مثلا من بعد مركاض المؤسس ما اشتركت، اللهم التفاحي لا التفاحي من الدورية. أنا مثلا ما حملت مثلا الوثبة، أبي أركض ختام المرموم، ففيه وقت طويل، فالمطية الاشتراك يعطيها بعد نوع من التجهيز للاشتراك اللي يليه، أساس أنها تبذل مثلا جهد مميز أو تبذل طعمك الطاقة أنت ترجي منها ذلولك السبوب. فالمركاض هذا طعمك بعد لا نغفل دور اللجنة، ومثل ما قال أخوي هادي إنهم كان المركاض هذا حسب الرزنامة اللجنة في تاريخ 27 رزنامة اللجنة المعمول فيها في السباقات، فرأت اللجنة أنها تقدم الركض هذا عشان تتيح الفرصة للإخوان اللي راح يشاركون في ميدال المرموم إنه يشارك ذلوله يجهزها، وعندها وقت تقريبا حوالي أسبوعين ما عندها يحمل ذلوله ووديها وينقلها للمشاركة في الركض. فالاشتراك يجهز الذلول، أما فترة طويلة مثلا مطية تفحمها بدون اشتراك تخف طاقتها. معناته هذا أيوة كأنها رسالة توجهها للي يسمعوننا إنه سووا مثل جرها العقيل، يشارك هنا في الأشواط الأخيرة ويمكن هو على حسب ذلولك اللي أنت بتركضها. على قولتهم أنت أدرى بهجنك اللي بتحملها، أنت تعرف مقياس هجنك. بعض الحالات طعمك تركضها في شوط نقضية، وبعض الحالات تقدمها في الشوط الأول شوط سيارة، وبعضها طعمك إذا عندك ذلول هي اللي تدفعك للشوط الرئيسي توديك. ويمكن هي بعد يمكن بعض المشاركات تخليك تهون، المشاركة طعمك تجهيز للاشتراك اللي يلي، وبعد ممكن تخليك تهون انك ما تشارك. لا المطية فيها خلل صح، مثل عندك ذلول طعمك ركضها والله انه فيها خلل صحي، ما راح ممكن يعالجها، ما راح اعالجها طعمك وانا بدخل المركض الرئيسي، خلاص انا المركض هذا انتهى الامر، انا بعالج ذلولي ولا نموديها. قدر الله ما شاء فعل، او يعتبر موسم انتهى بالنسبة خلاص بالنسبة لها انتهى الموسم، ولا هو طعمك بعد مركض المرموم في مركاض الحصن في ميدان الوثبة راح يكون تقريبا في 20/4 مثلا، انا ذرولي فيها خله بعديها المركاض ذا وبوديها المركاض اللي عقبه. زين الجو 20/4 يمكن قد الجو شويه يعني احتر ما عليها على المطيه على قولت الشيبان البلكبود اسود ما ما عليها خلاف ما في شك، لكن مضمر طال عمرك مضمر، شوف ذلول طعمك احتر الحر يختلف شوي التدريب، مطية بتشرب لازم انك طعمك تعابلها معابلة تدريب الصيف يختلف عن تدريب الشتاء شوي. صحيح غير في الشتاء يعني قد ما تركض المطية بيكون تقدر تصبر تحمل لان الجو بارد. ما عليه الذلول، احنا طعمك نشوف تواقيت في اختاميات المراكيض اللي يبدا فيها حرارة الجو، بعضها نجيب توقيت ما يجيبه في مركاضه في الشتاء. هذه فارقة، التحدي اول كان في شهر 5 نعم تركض وتاخذ الرمز في التحدي، والسنه الجايه تشارك وتفوز بعد. وعدكم السنه الجايه، احنا نجركم في الكلام ووعدكم السنه الجايه. مشاهدينا مستمرين معكم في برنامج الرئيس، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدين الكرام، وتحديدا مشاهدين برنامج الرئيس. احنا قبل ان نطلع الفاصل كنا نتكلم عن السباق المحلي الاخير اللي راح يقام باذن الله تعالى من تاريخ 20 الى تاريخ 24 مارس، اللي هو بعد تقريبا باذن الله تعالى قبل شوي اشوفها بعد راح احنا اليوم الاحد راح يكون يوم الخميس، يوم الخميس بعد 4 ايام ونتواصل معكم في الحديث عن السباق المحلي. ودي أسأل ربعنا قبل لا نأخذ الاتصال اللي معنا عن مشاركاتهم في السباق ذا. نبدأ من عندك يا سعيد محمد سومالي، لك شيء مشارك محضر شيء؟ صحيح، متفائل بشيء إن شاء الله؟ محضرين ونتهالين خير إن شاء الله. وش أنت محضر؟ حقائق ولقايا وجذاء، والله كريم في السن الكبار. أين كذا يقالها كذا السن الكبير ندور الأشواط اللي ما فيها الربع عمالقة حبابه السناري مبيت اني عنها تكون في الاشواط الاوليه ولا في النص؟ والله انا الحين انت تكشف اوراقي وانا ما ابغى اعلمهم في الاشواط الاوليه. سباق اربع ايام واسمح امرك. لا التسجيل ما انتهى الان، لان طعمك لو علمنا طعمك بنروح نسجل مع بعض الحلال، وحنا طعمك ودنا اكثر شيء طعمك ودنا نسبق ربعنا اللي معنا. انا بيت اني هنا بقعد اسجل في الشوط الاول الرئيسي دائما، لكن الظاهر ان البدايه لازم تكون لا وانت يا فهد ستيب باي ستيب خطوه بخطوه، لا تروح سيده دايركت للشوط الاول. يعني اول شيء الاشواط اللي وراء عقب
أبرز نفسك في الأشواط اللي متأخرة ويمديك على الأشواط الأولى. زين، ودنا نعرف مشاركاتك أو اللي أنت ناوي إن شاء الله تسويه في سباق المحل الأخير. بالنسبة للهجن اللي في عزبتي أو امتلكها، راح تشارك في سن الحقائق واللقاية وسن الجذاع. الكبار ما عندي الموسم هذا سن كبير، عندي حقائق إن شاء الله راح أسجلها، بعضها راح أهل المركاض اللي ما شاركت في ختام الوثبة، وبعضها صارت ظروف صحية بعد مركاض المؤسس، راح أشارك انت عمرك مشاركات خفيفة إن شاء الله. إحنا نقول بعض الهجم ما نحتاج إحنا نطلع عصاه من الإبطان، فراح تكون عندنا مشاركات إن شاء الله تأهيلية للمركاض. يعني لك نية إن شاء الله إنك إذا شاركت أنت في السباق المحلي وفزت إن شاء الله توديها في هجن في هجن ما شاركت أنا في الوثبة، وبعض الهجم ما شاركتها في المؤسس بسبب ظروف صحية، راح إن شاء الله نشاركها في المحلي الأخير هذا ونشوف مدى جاهزيتها للمشاركة خارجيا يعني خارج البلد. إن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله جميع، ويكون في لكم الفوز إن شاء الله لو شوط الرئيسية بعد إن شاء الله. الله كنا نتمنى إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أبو علي، نفس السؤال أنا سألته ربا باسلكية. ما عندك مشكلة يا أبو سالم. بالنسبة للمشاركة، إحنا شاركنا من المحلي الأول لين المحلي العاشر، آخر محلي الحمد لله الله وفقنا بسبق وثاني وكذلك سبق. عندي فئة بسيطة من الحقائق وفئة بسيطة من اللقايا. الهجن السباق اللي عليها الاعتماد انتقلت لأصحاب السمو الشيوخ، وحنا طال عمرك دائما ما عندنا إلا حلال الشيوخ. أنا ما حطينا عزبة ولا حطينا طال عمرك ركض ولا حطينا ولا شاركنا أخواننا المشاركين، إلا أن إحنا نتمنى الهجن هذه تنتقل لأصحاب السمو الشيوخ وتأخذ رموز عندهم أو تنافس عندهم. الله يوفقنا وياكم إن شاء الله. المشاركات الحمد لله رب العالمين مستمرة. عندنا هذا المحلي الأخير، عندي مشاركة في سن الحقائق وكذلك عندي مشاركة في سن اللقايا، ما عندنا الفئتين هذه. وعندنا طبعا الفطامين الحين الجيل الجديد مهتمين فيه، وابشرك طلعنا منهم طايا سباق شاركت هنا وسبقت، وناهلها ان شاء الله للسنه الجايه في سن الحقائق ان شاء الله. ان شاء الله. وانت هادي، وش مشاركتك ان شاء الله؟ مشاركه انا موكل عني ابو علي المحل الاخير هذا يشارك عني. حاضرين. انا مشاركته هو فعال دايم. ابو علي مشارك عنا كلنا، وفهد مشارك عني بعد، والسماء نفس الشيء. ابو علي هو قايل لي انا متفق انا وياه المحل هذا بيشارك عني. شرب سعدك هو عنك؟ نعم. يعني ما به شيء؟ لا هو طيب. وزين بنسألك مثلا عن السباق الأخير ذا، يعني إذا هو بيشارك عنك أنت اللي عقبه شو بتسوي؟ اللي عقبه بعد هو؟ لا باتفق معه، ممكن أنا وبعنه السباق الجاي. لا أنا بيك تأهل طال عمرك المفاريد اللي موجودة عندك الحين لبداية الموسم الجاي سن الحقائق إن شاء الله، ونشوف لها وجود تضع لها بصمة إن شاء الله في مفاريد السباق. مشكلة السنارية صعب دائما في سن المفاريد، فريد والحقائق واللقايا هي سن المتعة. أنا أعتبرها الربع يقولون سن الكبار سن المتعة. لا اسمح لنا يا أبو علي، بالنسبة لي أنا لا والله المتعة والله في الكبار يعني صحيح في الحايل. نعم الحايل أنا أستمتع في سن الثنايا وسن الحيل، كلنا نستمتع في سن الكبار، لكن الحايل طال عمرك اللي تروح في شوط الرمز هذه طبعا كل لها جماهيرية وكل يستمتع بها، لكن الحايل طال عمرك اللي تروح في الشوط الأخير وتجي ثاني على السيارة ولا ثالث على السيارة مكدتها والتعب عليها أكثر من جوائز اللي بتحصل. لكن المطايا الصغار فيها متعة لأن فيها كثرة والأعداد واجد وسبقتها حلوة وشغلتها بسيطة، يعني تدريبها بسيط وجمهورها واجد. وجمهورها واجد. لا لا هذا ومكسب فيها بعد هذا سن البيع سن الفلوس ما عليك منهم يا حمد، هذا سن الدراهم سن التسعيرات اللي ما تنتهي الله يطول عمرك. هذا اللي بقوله انها بعد سن اللي تقدر يعني تخلص يعني من اذا قد عندك كميه كبيره تقدر تخلص منها وتصفي الزين وتبيع. صحيح سن الحقائق طعمك هو دائما سن التسعيرات وسن المشاركات، لكن اتكلم عن وجهه نظري الشخصيه، انا ما استمتع في شوط الحقائق. ليش طعمك؟ لان طعمك مزحوم زحمه حلال وزحمه جمهور مسافه قصيره، والحقه طال عمرك ما هي مثل الذرو الكبيره. لا لا, لا 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 الحقه طعمك ما هي مثل الذرو الكبيره. الحقه طعمك اليوم تبذل مجهود تسبق يمكن تدخلها عقب اسبوعين ما تسوي شيء. متقلب مستواها متقلب. انا حتى قدرت كذا سباقها تضرب وتطير وتضرب الاخرى وتطير وتضرب وتطير كلها فيها سبق. صحيح. ما اعتقد انها بس يعني يبغي لها تكتيك. ما ودي اختلف مع الرجل. هرجكم على متمه معنا حمد بن جرحب محلل برنامج الرئيس موجود الحين في مهرجان الوثبه ومالك هجن. حمد كان ودنا انك تكون معنا في استوديو الرئيس في اول اطلاله لي معكم، ودنا انك تحدثنا عن السباق المحلي الاخير ومشاركتك ان شاء الله فيه، مع انك انت بعد لك اسم مو بسهل في سباق الهجن.
والله مرحبا ابو سالم، الله يرحمك، مسي عليك وعلى اخواني المتواجدين معك في الاستوديو وعلى كل مشاهدين قناه الرياض، مسي عليهم بالخير. صراحه انا سعدنا كثير يوم شفناك يا ابو سالم، الله يرحم والديك ويسلمك، ونطالبك بالاستمراريه عندنا في الاستوديو صراحه. حاضر. من الكوادر القطريه اللي نفرح بشوفها ودائما يشهد له بالنجاح، الله يوفقك ان شاء الله. الله يجزاك خير ان شاء الله. حاضر، بتشوف العزبه قريب بعد، العزبه والانتاج. الله يوفقك، لازم انت ابو سالم ما يحتاج، انت عمك عبد الله العيده اللي جال عمرك طويل. انا عزبه كل من هو قطري في الرئيس هي عزبتي. نظرك اسمع، نظرك تعيد عم جاد العيده قبل. حاضر، اخذ في روحك، عجل ما بدا من عندك، خذ في روحك. ابو سالم احنا طال عمرك المحلي هذا نعم فعلا في وقته، لان يمكن جزء كبير من اهل قطر شارك المؤسس وما قدر يروح الوثبه لتعرض مطيه بعض الاصابات مثل ما تفضلوا الاخوان، بعض الملاك عنده حسبه ثانيه وعنده استراتيجيه ثانيه، يبغى يشارك في المرموم ويقول المرموم قريب من 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 الوثبه، يعني بعض الملاك كل مالك عنده طريقه ثانيه، عنده حسبه، عنده في 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 مطيه. صحيح. وبعض الملاك يا ابو سالم الله يهون الربع والمشاهدين شارك في الوثبه، احنا من ضمنهم، شاركنا في الوثبه وحريصين حن، وجزء كبير من الملاك حريصين عن حنشارك في 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 المحلي في قطر، لان هذه المحليات في قطر مشهود لها اقليميا على مستواها وعلى الاستعدادات اللي نحصلها فيها وعلى كل الخدمات اللي متواجده في قطر. الله يطول عمر الشيخ تميم ودائما لا محدود لهذه الرياضه، والله لا يهين اللجنه كلهم على راسهم الشيخ حمد بن جاسم والاخوان القائمين كلهم على كلهم بدوره في هذه اللجنه وفي تسهيل كل شيء لملاك الرياضه هذه ولمتابعينها. حمد تعالنا 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 في المشاركه، المشاركه وش علوم في اي سن مشارك ولا المشاركه؟ طال عمرك انا اعجبنا من متابعين البرنامج، اعجبني اجابه سعيد الصومالي. سعيد الله يسلمك، يمكن معلومه يمكن ما ادري عنها ابو سالم، هذا لقبه عندنا في الشحانيه الدبلوماسي، وعجبتني اجابته قبل شوي، جاوبك اجابته استثنى على لقبه، جابك اجابه دبلوماسيه. اما فهد الحباب يقول انه يسبق وعصاه في الفان، وهنا قول لي اذا ودك تسبق وعصاه في لازم يشارك ميدان غير ميدان الشحنين، الشحنين ما فيه مطيه تسبق بدون اوامر الا مطيه مثل خطيره فقط معقيل، نتقدم له بالتهنئه المناسبه على تحقيقه الرمز. يستاهل. وخير من يمثلنا دائما ابو محمد. يستاهل. في قطر وخارج قطر. يستاهل. مساك الله بالخير يا حمد. عبيد ابو شقله وعبيد هذا ثنائي ناجح، قول الله يوفقهم يا رب العالمين، ان شاء الله يتوفقون كلهم يجربوا كلهم يتوفقون. اللهم امين. اللهم مساك الله بالخير يا حمد. مرحبا ابو مبارك، الله حيه، ربك جبت خور من العدا. زين، بيض على وجهك والله، كفو له عوايد. الله ما نروح الا نجيب الخير ان شاء الله. الله يوفقنا وياك. تستاهل، ما هي بغريب عليك حمد. نبغى المشاركه اللي هي مشاركتك ان شاء الله في سباق المحلي، ايش بتكون في اي سن؟ طال عمرك ان شاء الله في سن الصغير، عندي سن الحقائق وعندي سن اللقاء ان شاء الله، هي السن المتواجده عندي في العزبه. الحمد لله طيب، رحنا الوثبه توفقنا الحمد لله، يعني الله يوفق مستوى. الله يوفق الجميع ان شاء الله، احنا راضيين صراحه على مستواها، وان شاء الله نتمنى الافضل والافضل ان شاء الله. ان شاء الله. متى النية ان شاء الله يا حمد؟ متى ترد الراس على قولتهم؟ والله ان شاء الله يوم الثلاثاء، يوم الاثنين والثلاثاء ان شاء الله بكون في الدهر، لان بكره النهار ولا ان شاء الله يوم الثلاثاء ان شاء الله بكون في الدهر. ان شاء الله ان شاء الله، يعني ان شاء الله بتكون يوم الاحد الجاي موجود ان شاء الله. اكيد المشاركه في قطر مثل ما قلت لك ابو سالم، مو انا بروحي، يمكن اغلب المشاركين حتى المتواجدين في الوثبه بعد يقول بركب على طول بحمل قطر، لانها اشياء كثيره يا ابو سالم تخلي الناس المشاركين يشاركون في دورة قطر، تسهيل معاملات للمشاركين والملاك، الجوائز القيمة الحمد لله رب العالمين حصلها ودعم حكومتنا الرشيدة الله يطول عمرك. اللهم يعني المطايا إذا جات هنا تستانس وبعدين ترجع لبدها، ونخلي المطايا كل مالك يعيد حسابات مطايا قبل المرموم، اللي عنده علاج واللي عنده شخص من العائلة يرتبها قبل ما يحمل المرموم، لأن مواجهة المرموم ما يقل من 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 مركاض الوثبة، مهرجان كبير يحمل اسم كبير ويحمل منافسة قوية، نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل المشاركين القطريين وأخواننا من دول الخليج. اللهم أمين. حمد، في ربع عندك حملوا، في ناس حملوا مشاركين من دول مجلس التعاون قد حملوا وطرشوا بعضهم قبل ما يركب مطاياه، قبل ما يركبها، قبل ما يدري هو هي بتاخذ سيارة، هي بتنافس على السيارة، يعني ما يدرون بش نتائجها. بعضهم يقول أنا إن شاء الله بركب على طول وبحمل، وهذا الفعل اللي شفناه، وإحنا بعد نفس الشيء، يعني أكثر الناس يعني مجهزين وعدل محلي قطر، خصوصا بعد ما أعلنوا عنه اللجنة، بعد ما أعلنت عليها اللجنة كلهم حريصين على أنهم يشاركون في قطر،
يعني احنا محلياتنا يعني بشهادة كل الملاك الهجن يعني ما تقل مستوى المهرجانات الخارجية من الجوائز القيمة من كثر الأشواط من قوة المنافسة والحمد لله حتى المائك والمشارك الكل محصل راحته يعني بكل المستويات سواء كان مالك حتى وانت يعني على حتى على مستوى العمال بعد مرتاحين ودهم يشاركون في قطر اللي هم ماسكين الهجن مباشرين عاطلهم عليه. عندي سؤال له. نعم حمد عبيد السناري يبغي يسألك. وعلي مسك بالخير. مرحبا ابو علي. ايش حالك الله يسلمك. الله يطول عمرك. ابغى اسالك عن القعود اللقي اللي دخلته في المحل العاشر بالداخلة. تدري ابو سالم ليش اسال عنه؟ ايه. لانه سابق عبيد جاي ثاني علي وهو ماخذ. اسمع انا ابغى اعرف اسمع شوطك وين بتسجل عشان اسجل معك نفس القعود لانه سابقني فوت ولا شيء. المرة هذه طال عمرك علوم عند الصومالي، الصومالي هو اللي هو التوجيه عنده. هذا يبغاك تكشف اوراقك يا حمد. لا لو بنعرف الشاط عشان نروح معك فيه. انا ابو سالم انا سبت الاجابه على سعيد لاني عارف انه بيطلع من البرنامج ما اعطاه نتيجه، بيعطي اجابات دبلوماسيه بيخليه يطلع. عجل سعيد هو المتحدث الرسمي لك. هذا طال عمرك اسمع عندنا يا الرئيس الدبلوماسي وفعلا وطبعا شعاره معروف ودائما حضور ابو محمد والله عشان يسمع. ما عليك زود الله يطول عمرك يا ولد. دائما حضور ابو محمد ونتمنى له التوفيق. وهم يعني لو بدنا بيبيع الاسم ده كان شرناه منه لكن ما متنازل عنه الدبلوماسي. جال عمرك طويل. الله يطول عمرك. سعيد ودي انشده انت ربها تجي منك هو يمكن ما انشده من وش؟ من رئيس القعود متى بيشارك؟ القعود مشاركته عندي. عندك؟ عندي. ها زين خلاص. يعني مو معلمنا خلاص. كان نبغى يسألك في دبلوماسية لكن خلاص جاوبنا على طول خلانا ما عاد نسأل. مشاركته عندنا. الله لا يهينك يا حمد والله يوفقك إن شاء الله يوفق كل من هو مجتهد في عالم سباق الرئيس الله لا يهينك ويردك إن شاء الله بالسلامة أنت والمشاركين كلهم الكريم. الله لا يهينك. حن ودي وأنا ودي أسأل لاحظت في تحفظ ما حد يعلم أي شوط. وليه ذا؟ تدري يا حمد يمكنك أنت دخولك عندنا في الرئيس جديد. أنا ودي يسبقني واحد بعيد أما يسبقني رفيقي ولا الرجال أنا وياه جميعا وأنا وياه طعمك كل يوم ولا شيء طعمك بيأكل كبدي كل شيء طعمك والله اليوم الركض قوي واليوم طعمك والله ما قصرت الذلول الفلانية أنك أنت اللي سابقني أنا بي يسبقني واحد لا أعرفه ولا يعرفني زين ولا قد مطيته سبوق وقوية وهو تفحيمه لها وتدريبه لها على اعلى مستوى من غير قصور فيك مثلا بالعربي الفصيح احنا ما ودنا طعمك يسبقنا رفيقنا ودي يسبقني واحد ما تواجه انا وياه اعرفه معرفه وجه من بعيد لبعيد ولا يسبقني رفيق اللي انا وياه الحال واحد اللي انا وياه كل يوم حمد ما تشوف حمد متحفظ ولكن التسجيل الان التسجيل ما حد يعلمك من اللي معك في الشوط متى يعلمك تجي طعمك وانت تسجل بعد ما تطلعك الشوط النهائيه قبل الركض بعد ما يقف التسجيل خلاص توقف التسجيل ممكن الاحظ طعمك الاقي طعمك زملائي اللي معي مثلا في التحليل ابو شقله وعبيد السناري وكله معي في الشوط يلا يفرق بيني وبينهم يلا ما نبيهم لازم زين من اللي يحدد لنا الشوط الرئيسي الاول انت ولا اللجنه؟ لا لا لا, لا انت تروح تسجل انت تختار الشوط انا اختار انت تختار الشوط اللي تبغيه سمعت؟ ولكن طعمك انا حصلت علي صدفه امس في ميدان الوثبه قعودي جاء الثاني والاول تقريبا فوتو فينش انا ولد خالي في نفس الشوط وفي نفس العزبه جينا في الشوط مع بعض لا اله الا الله من اللي سبق المضمر منهم هو اللي سبق المضمر منهم وشو المضمر كل واحد يضمر ذلوله معناته انكم ما شاء الله عليكم ما فيكم حيله وجينا طعمك جميعا الاشواط وايده الله جمعنا جميعا صدف الله يوفقك مثل الصدفه اللي صادها عبيد بين عبيد وبين بين الله يطلع العصر انت سبقته طلعت العصر ختام ما في شيء بعد نفس الشيء سبقني مره واحده فوت فون شوي اساله من القعود وين بيودي انت ابو تنتقم منه يا بتقاضى يا حمد لانه طال سبقني حمد سبقني طال عمرك والعصر متقهوي عندي وش حال القعود لانه هو سابقه الصباح ايش حال القعود يا ربه طيب قلت والله صرك حاله طيب وانت ابغاك تخلص قهوته انا ودي بعد اسال نفس السؤال لهادي ليه يتحفظون المضمرين الربع ذكروا كل واحد فيهم ذكر اللي يبغي اجابته اللي هو مقتنع فيها لكن يمكن انا اطق من مثلا من رفيقي واطيح لي في قرشتين ثانيه صحيح بس اقول لك المطايا القويه المطايا السباق الواحد يحاول يستفسر منها يشوف اي شوط بيروح منها مو رايح له نفس الشوط مو بنه يستفسر بيروح يسجل معاه في الشوط لا بيروح شوط ثاني مثلا مطيع عند عبيد قويه قلت مثلا في شوط اثنين ورحت الشوط ثلاثة عند فهد عند سعيد على اساس اني اسبق على اساس اني اسبق في الشوط رحت مع مطيه قويه يسبقني هو
فادور الشوط اللي فيه فرصه يعني. يعني انت وفيها بعد شيمه انك متشيم له؟ لا شيمه ما في في الريس هنا يعني ما فيه شيء. لو اخيك بتسوق عليه الريس الريس هو الوحيد اللي ما فيه شيء. نعم الريس في الشوط في الشوط خلال الشوط ما عليك تطعمك من احد ابوك اخوك هذا منافسه هي في الاول والاخير منافسه انا مشارك ابغي يعني عندي مطيه فرحه الناموس صحيح عندي مطيه هو مدربها وتعب عليها وابغيها ابغى اشارك فيها وبالنسبه للتحفظ في بعض الاشواط بعض الاشواط اللي مثل الاشواط الرموز مثل بسجل فيها مطيتي في واحد يمتلك ثلاث مطايا سبق ممكن من مطيتي تقوم وهو يدري انه في الشوط يخصص مطيه لها تقوم من الحبل ينفخ عليها السماعه استغلها فانا اتحفظ الين تحضر في الشوط لقى تحضرت واجهت لنا بواجه خاف يسوق واحد ثاني ويدركني يا رجل حي شيء الله قاسم لك بيجيك نعم صح سمعت اذا الله قاسم لك شيء انت بتاخذه ولكن طعمك قبل التسجيل كنا طعمك نحضر التحضير يعني قبل التسجيل الالكتروني اللي هو قبل الشرايح وقبل حضر في الشوط طال عمرك والاقي طعمك عبيد والاقي هادي والاقي الربع الموجودين سعيد علومك ولا شو ذلوا له حضر هذا خبر ذلوا له سبوق انا اعرفها منافسه قويه هناك ممكن تكون منافسه لي شو طعمك محضرها للشوط الاول انا بنفهك بروح الشوط الثاني على اساس ذلوا لي سبوق تعين فرصه تاخذ لها موتر ولا لكن طعمك الحين ما عاد فيه تروح على وجهك لانك تلاقي رفيقك بعد ما يطلع التسجيل تسجيل مسبق تسجيل مسبق اللي قبل انطلاقه في الاشواط الله يوفقنا جميع وياكم ان شاء الله الحديث معكم شيق والله ولا ودي ان الوقت يمر وينتهي لكن احنا ملزمين البرنامج انتهى مشاهدينا انتهى برنامج الرئيس لا يسعني في الختام الا نشكر متابعتكم لنا تحديدا جمهور الرئيس والشيحانية أشكر ضيوف الكرام سعيد محمد السومالي شكرا على وجودك معنا وعلى هذه اللفتة التحليلية في سباق الهجن كذلك الشكر لأخوي الكبير فهد بن حباب الهاجي الله يهينك وبيض الله وجهك قال له هان ولا تكبرني أخوي الكبير هو حتى يبين مشك أنك شيء كبير كذلك لا يفوتني الشكر لأخي عبيد السناري أخي الكبير لا يكرمنك كذلك الشكر لأخي هادي أبو شقر الله يهينكم جميع وبيض الله وجهكم على هذه الحلقة الطيبة وصلنا إلى الختام شكرا لكم مشاهدينا الكرام الوعد إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يوم الأحد في برنامج الرئيس شكرا لكم